انا كل مره كنقول لها راه غادي نتزوجوا، كتقول لي ما يمكنش نتزوجوا. ماشي زعما فريمون فاشل. الا عيطات لي قالت لي واش غادي تجي تخطب. النهار اللي جيت نخطب قلت ليها زعما طلبي اللي بغيتي، وكنقول لها زعما جو سوي ديزولي. تلاقينا في لوليسي واول مره غادي نشوفها، وكنا جينا بوحدنا، كانوا ما بداتش القرايه، جينا بوحدنا اللي جينا للقسم داك النهار. انا شفتها اون فوا، شفتها ما عرفتش واش عقل الصغر ولا هذه، قلت انا هاد السيده غادي نتزوج بها. اول حاجه طاحت عليا نهار شفتها. دازت سنوات وانا كل مره كنقول لها راه غادي نتزوجوا، كتقول لي ما يمكنش نتزوجوا، راه غادي نتزوجوا. كل عام كل عام كل عام بقات حتى اللي وصلنا الوقت باش اننا فعلا غادي نمشي نخطبها. هي اللي عيطات لي قالت لي واش غادي تجي تخطب، دونك تقلبات. فقلت لها دابا غدا الوقت اللي بغيتي زعما نجي. ف تخطبنا اي بوي ما كانش عندنا الوقت بزاف، ديكو تزوجنا باش نقدروا نسافروا اونصوم. وي مازال ما خدامينش، وانا ديك الساعه كنت ديجا كان انا من الطبع ديالي وهو انه دائما كنت كنخدم يعني. كنت في الاول كنت عندي سونتر ديال المراجعه، كنت كندير لي بي سي، كان ديك الساعه يلاه دجاج لي الفورماطاج ديال لي بي سي تو. اي بوي من بعد بديت كنغني الغيواني تو. دونك اي بوي ملي مشينا لا سويس كانت عندي اون بورس مزيانه زعما، دو فاسون انك تعيش مرتاح. دونك ما كانش عندنا هاد لو كوتي، ما كانش عندنا مشكل في لو كوتي ماتيريال. دونك جي اسوري دوبوي الديبي. اي بوي بون، هي الحياه تستمر. صراحه ما درناش العرس، خدينا الدكتوراه وقررنا اننا نولدوا. يعني سي ان بو كالكولي زعما كنقولوا. المهم الحمد لله، يعني قلنا غادي خصنا حتى حنا نولدوا هادي، بويسكو دابا عندي خدينا الدكتوراه وغادي يعني مابقاش عندنا داك لو ستريس ديال لي زيتود. ف قررنا اننا نولدوا، الحمد لله سهل الله وتزادت عندنا بنيته إليانا اللي دابا هي اللي كملات داك العش الاسري. وهذه يعني إليانا سيتي اون بروبوزيسيون من عند الاخت ديالي، من عند اختي، وعجبتنا يعني لي دو. انا من الناس اللي كنت كنقول لها زعما الا بغيتي تسميها زعما سميها اللي بغيتي، وهي من النوع اللي عاوتاني كتقول لك زعما حتى انت الا بغيتي تسمي سمي اللي بغيتي. دونك اختارينا هذا الاسم، عجبنا بجوج وقررنا انا نسميه. هي احنا يعني في الاسره ديالنا مرتبطين بكل ما هو يعني ديني اولا، يعني كنعرفوا بان الشروط ديال الزواج هو الصداق، يعني ممكنش نقولوا بان احنا حداثيين يعني غنتزوجوا يعني ننقذوا هذه المساله، زائد اننا مرتبطين بكل ما هو مغربي وكل ما هو التقاليد ديالنا. ربما هي ماشي اكزيجونت يعني ما عمرها جات وقالت لي راه انا بغيت ولا بغيت. ودو مون كوتي انايا كنت نهار اللي جيت نخطب قلت ليها زعما طلبي اللي بغيتي، زعما شوفي انت اللي بغيتي زعما، وانا راه الاشاره. فخرجنا اونصومبل كنا مشينا لواحد لا بيريود، مشينا لا سويس خدينا دي تروك من تماك. اي بوي هنا عاوتاني في المغرب خدينا داكشي اللي كياخذوه المغاربه كله، الذهب هادي داكشي اللي كياخذوه المغاربه. زعما انا كنحاول ما امكن انني يعني نرضيها، وهي كذلك يعني معمرها يعني قالت لي لا انا بغيت هذا الاسم. يعني دائما كيكون التوافق، وانا كنظن بانه الا كنا غنتكلموا على انها عندها واحد الوعي، ماشي انها كتقول لك لا هادشي ما عندنا ما نديرو به، يعني هادشي ما خصوش يكون الوعي، وهي انها كتحاول اننا كنتناقشوا في كل يعني في المسائل اللي كتخصنا، وكنقلبوا على حل اللي كيرضينا. و سانسيرمون سيتي اون غروند سون زعما، صراحة باش ما نكذبش، ما كنفضل تبقى. المهم كاين ستة ديال الأصفار كاينين.
فعلاقة طيبة زعما صراحة. يعني ما زينب سي كيلكان دو تري كالم، والام ديالي عندها ان اكسي ديال لي سونتيمون، يعني ديال كتبغي الناس كتبغي، دونك يعني الحمد لله وهو ان واحد العلاقة طيبة بيناتهم. انا الام ديالي كانت ملي كنا كنقراو اونصومبل كتقول لي زعما ما كرهتش لك هذه البنيته هذه، زعما الله يسهل عليك تزوج بها، يعني دائما كانت كتقول لي هذا. وقالت لي نعطيك تمر باش تداوي مرض الصبر، قلت لها لا. هي علاقه طيبه الحمد لله، يعني علاقه طيبه. والام ديالي يعني من ايام الدراسه كانت دائما كتقول لي يعني واحد الدعوه كتقول لي ما كرهتش لك هذه البنت والله يسهل لك انها تكون زعما من النصيب ديالك، يعني كانت دائما كانت ديجا باغا اننا نرتبطوا. دعواتها سعدات زعما صراحه. فالان زينب لو كاركتر ديالها سي كيلكان دو تري كالم، هادئه، يعني ما عندهاش مشاكل، سي كيلكان اللي ما عندوش مشاكل. والام ديالي عندها ان اكسي ديال لي سونتيمون، عزيزين عليها الناس، عزيز عليها انها تكون قريبه من الناس، عزيز عليها اللمه، يعني ديك المراه المغربيه الشعبيه اللي هما توالموا يعني وتفاهموا دائما، يعني كاين علاقه طيبه. يعني كنحاول انا من الناس اللي كنحاول ما امكن انني ندير الخاطر لكل شيء. وفي لو كوتي ديال 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 الزوجه والام ديالي يعني الحمد لله ما عنديش مشكل، يعني هما ديجا هي دائما كتقول لي حاول ما امكن انك تعرف بانه راها بنت الناس، ورا شوف غير بنتك، شوف غير بنتك واش غادي تبغي زعما يكون عندها مشاكل، دير دائما امك وبنتك في عينيك، وبدي بالميت لعمل عمل الزوجه ديالك. انا هو اختيار ديالها، يعني من لو ديبي قالت لي انا راه كنفضل، هي ما كانتش كتامن بالشهره في لو ديبي، كانت يعني كيجي هذا الشيء زعما راه انا كنغني غادي نبقى نغني بحال دائما هذه. الوغ ملي بدينا كنخرجوا وكيجيو عندي الناس وهذه، يعني بدات كتعرف بانه راه سي سيريو. الوغ قالت لي انا راه كنفضل انني نبقى زعما بعيده، انا كنبغي نعيش الحياه ديالي بطريقه طبيعيه، وهي تيميد، دونك قالت لي زعما كنفضل انني نبقى بعيده على الاضواء، زعما كنحترم الراي ديالها والرغبه ديالها. شي اللي كتقول لي يعني ما عندهاش زعما صراحه، ما عمري حسيت بها انها كتغير ولا هادي، لانه انا كاينين بزاف ديال العوامل كيحكموا في هذه المساله. اولا وهو الاحترام ديال الناس، الا كنتي انت كتحترم الناس في الاكيد كيبان لك الاحترام. وانا الحمد لله جوسكا بريزون يعني لا في الرسائل لا في الطريقه باش كيتعاملوا معك الناس، يعني كلهم كل كاين الاحترام بشكل كبير، لانهم كيحسوا بك انك انت كتحترمهم. من جهه اخرى كاين سميتو بالنسبه الا كنتي انت واضح مع الزوجة ديالك فالأكيد ما غاديش غير. يعني أنا مثلا ما عنديش شي حوايج كنخبيهم، مثلا ملي كنخرج راه عارفة فين خارج. يعني أنا من النوع اللي ما كنسهرش، يعني ما عنديش دي زامي بزاف، ما كنخرجش من الدار، أنا بيتوتي بزاف، يعني ملي كنخرج راه عارفاني فين غادي، وعارفاني فين شنو عندي، كنسالي كنرجع للدار. دونك الحمد لله ما عندناش هاد البروبليم ديال الغيرة في الفوايد. هي انا متفهمه، متسامحه صراحه، متسامحه، ما كتشدش في خاطرها، زعما سي با كيلكا ماشي نكاديه اللي يعني كت نكاره ولا هذه، بالعكس يعني كتقلب على دائما انها تتقلب على لو كالم في الدار. كنظن بانه انا هو الحياه ديالها، يعني لو سونتر دانتيغي ديال الحياه ديالها هو انا، وصان في بليزير زعما كيعجبني الحال. اللي كنقول اللي كنظن بانه انا كان من الحوايج لي ديفو اللي كاينين في زينب، وهي انها ربما كتعتمد عليا بزاف، يعني ما عندهاش داك الحس ديال المبادره، ماشي هي كتبادر دائما، خاصها تقل ناسيم خصو يدير الحاجة، يعني لأن ربما لأن تلاقينا من الصغر وكبرنا أونسومبل وهذه، بقى دائما داك يعني دابا كنحاول ما أمكن
انني يعني نقول لها زعما تعتمد على راسها، بورتون هي مثلا انا البيرمي هي اللي علمتني نسوق، ماشي انا اللي يعني هي اللي علمتني نسوق، ولكن دائما كتبقى كتاكل عليا في كل شيء. مرأة مغربية. مرأة مغربية وي، مرأة مغربية. souvent زعما جو سوي با كيلكان لي عندي انا كيما كيقولوا الاحساس مرهف، زعما كنتاثر باي حاجه، يعني نقدر نبكي على اي حاجه. وانا كنظن بانه الاكثر حاجه اللي كتخلعني واللي صعيبه عليا، وهي كنخاف بزاف على لي بروش ديالي، يعني وهاد كنخاف عليهم بزاف، وكنظن زعما هادو من الحوايج اللي يقدروا يبكيوني في بالزربه زعما. الو، انا من الطباع ديالي انا تري كالم، يعني صعيب باش نتعصب، وملي كنتعصب كنخاف انني ندير شي حاجه اللي خايبه، دونك صعيب انني نتعصب. فانا كنتعصب جو بونس دابا ديغنييرمون، ملي كان الصباح ملي كنفيق وانا كنت خدام بالليل، شويه كنصبح خاطري خاسر، يعني صعيب باش نتادابطا. وهي كتفهم هاد القضيه، يعني كتخلي ما كتسولنيش، ما كتقول لي حتى حاجه، حتى كان ريكوبيري، تنعرف راسي فين كاين، لان البروبليم ديال الصهير هذا هو من الحوايج الخايبين في لو دومين ديالنا، وهو الصهير. يعني كتخدم الليل كله وكيتقلب لك ديك لوغلوج بيولوجيك، ما كتبقاش عندك، فهادشي كيأثر على ليمور ديال الانسان. فانا ربما كنتعصب الصباح. إليانا عندها دابا 2 ans، دابا كملات 2 ans، دونك سانسيرمون أنا كنقول من الحوايج اللي استفدتهم في هاد لابيريود ديال الكوفيد، وهي أنني تقربت من بنتي بزاف، يعني عرفتها، ولات كتجي كتنعس عندي، كتقول بابا، يعني داك الاحساس نهار اول مره كتقول لك بون، كتقول بابا، يعني ديك الطريقه الصغيره ديال يعني صراحه انا كنظن بانه واخا كنبغيو طونك ما ولتيش ما كتقدرش تحس بداك الاحساس ديال الاولاد. ف انا شويه كنخاف عليها بزاف، كنخاف عليها بزاف، هي اطاشي لمها اكثر مني، لان هي انا في الوقت اللي لاتزات كنت كنخدم وهادي، دونك ما كانش لو كونتاكت بزاف، كنت كنشوفها دو طون زون طون. ولكن من الحوايج اللي استفدتهم في هذا الحجر الصحي وفي الكوفيد، وهو انني تقربت من بنتي ولعبت معاها، يعني وكنحاول انني داك التجارب اللي خديتهم في الحياه نوصلهم لها حتى باقه صغيره، يعني نكبرها يعني نحاول بشخصيه صالحه، كتخاف من الله، عندها ارتباط بالدين ديالها، يعني هادو من الاولويات اللي كنحاول انني واخا دابا باقه صغيره، ولكن كتحاول ما امكن انك تزرع في هذا البذور من الصغر ديالها. عنديش مع الكوزينه، ماشي زعما فريمون فاشل في هذا لو كوتي. بكل تجرد، هي انا كنظن هي اتاشي بزاف لي زيتود، يعني في انا ان بوسور، انا كنخدم بزاف العكس ديالها، دونك ما كانش شي فرق كبير بيناتنا. بوسيبل انا في الدكتوراه جي بوكو بوصي، لان هي كانت صافي تزوجات، كانوا بزاف ديال سميتو، مي انا كنقول ليها باقي، كنقول دابا هي كنقول ليها دائما لو سوجي تيز ديالها، كيعجبني على لو سوجي تيز ديالها. كنظن هي ما كتفرقش ما بين نسيم المغني ونسيم الدكتور، لان هي عرفتني كنسيم، نسيم الطفل، نقدر نقول نسيم الطفل، فعاش معايا المراحل كلها، يعني الانسان الوحيد اللي كتعرف
لي ديتاي ديال شنو كنفكر فيه، يعني قبل ما كنفكر كتعرفني شنو باغي ندير. وهي ما عندهاش إلمام كبير بالفن، بورتون يعني كنتشاور معاها في لي ديتاي وكندير دائما الرأي ديالها. لا لا تليتني وتكويت في الكبريت وكاع ما ملي مشينا لا سويس كنا بجوجنا كنحضروا للدكتوراه، دونك يعني كنا بجوجنا كنقراو، ولكن يعني كتبقى دائما صراحه كتبقى دائما المراه المغربيه يعني عندها واحد الدور كبير في الحياه ديال الراجل. فكانت دائما ديك الانيس ديال سميتو دائما كتشجعني، واخا اون بارطاج لا ميم شوز، راه حتى هي كتقرا ولكن دائما كتحسسني بانه راه انا اللي بحال راه غير انا اللي كندير الدكتوراه، بورتون راه حتى هي كدير الدكتوراه. وهادو من الحوايج اللي خلاوني انني يعني نزيد نرتبط بها، ويعني وكتبان بانه كما عشنا مع الامهات ديالنا فاكيد يعني المراه المغربيه كتبقى بوحدها في لو مون. اللي غنبغي نقول ليها وهو انه كنظن بانه بلا بها ما كنتش نقدر ندير، يعني نقدر ندير اي حاجه، يعني لا سواء في الدراسه او لا في المجال الفني. وكنقول لها زعما جو سوي ديزولي، لان فريمون زعما صعيب انك تعيش مع فنان في الدار، وسورتو كو انا كنسول بزاف وكان يعني كناخذ الراي ديالها في ابسط الحوايج، وهي كتحاول ما امكن انها ترضيني يعني وتعطيني خاطر، واخا كنعرفها بانها يعني مشغوله ولا عيانه، ما فيها ما تسمع ما فيها هذه، وكتجي كتسمع ليا وهذه. فكنقول لها يعني شكرا لانك كنتي صديقه، كنتي رفيقه الدرب، الحبيبه والزوجه الصالحه. فكنظن بانه ما غنقدرش نوفي، واخا نشكرك ما غنقدرش نوفي حقك، فشكرا والله يخليك ليا ويخلي لنا إليانا لابسيد. فكنبغي نقول لهم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على كل ما قدمتوا لي من محبه، من حب، من احترام، من فانا اللي كنوعدكم عن طريق سلطانه غادي كنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، وانني نبقى دائما نسيم اللي كتعرفوا اللي قريب ليكم واللي ما يبخلش عليكم في حتى شي حاجه في لو كوتي ارتستيك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.